نعم. يا شيخ، رجل خطب امرأة، وهذه المرأة يعرف شخص عنها أنها فيها عيب خلقي. أنها فيها عيب خلقي. خلقي ولا خلقي؟ لا، خلقي. ولكن هذا العيب مستتر، ليس يعني بين. وهذا العيب يرجى براءه كالبرص والبهق. يرجى براءه يعني كالبرص والبهق. نعم. فهل يعني يخبر الخاطب؟ وهذا ليس بين للخاطب، يعني شيء مستتر. نعم. إذا خطب الإنسان امرأة وفيها عيب مستتر ومن الناس من يعلمه، فإن سأله الخاطب عنها وجب عليه البيان، وهذا واضح. وإلا مسأله فإنه يخبره بذلك، لأن هذا من باب النصيحة، ولا سيما إذا كان مما لا يرجى زواله. أما ما كان يرجى زواله فهو أخف، ولكن هناك أشياء قد تزول لكن ببطء، كالبرص مثلا، إن صح أنه يزول. أنا لا إلى ساعة هذه ما علمت أنه يزول. فيفرق بين ما يرجى زواله عن قرب وما يرجى زواله عن بعد. فالثاني يجب عليه أن يبين.